السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. التقيكم الليلة مقاعات الرفاع وفي بادرة حلوة تكون بين الشباب، عرس جماعي ثلاث إخوان مع بعض، نسأل الله أنه يوفقهم ويرزقهم الذرية الصالحة. ونتعرف على معاريسنا الليلة اللي نشوف عرسهم ما شاء الله عامر بالأصدقاء والإخوان وزملاء العمل اللي جاوا يشاركونهم ذا المناسبة السعيدة. مع معاريسنا الليلة سلطان بن عبد الله بن حمد الدحروج، ونعم ورحب الجميع اللي جاءوا هنا الحفل ومرحبا بهم وسهلا. الله يرحبك والله يبارك لك. احمد بن عبد الله بن دحروج. هادي بن محمد بن دحروج. ونعم الله يبارك لكم بالليله السعيده، طبعا حضور ربعكم كلهم، لكن نبغي نعرف اول شيء فكره العرس الجماعي من وين جات؟ والله فكره العرس الجماعي اول شيء قله التكاليف ونكون كلنا مع بعض، والحمد لله الخير واجد وما قصرت الحكومه في قاعات الافراح ذي اللي سوتها. سلطان، عرس جماعي، جاءت الفكره من لبان، من الاخوان، من الربع اللي جاوا يشاركوك؟ والله من الربع عشان نخليها مره واحده. الله يوفقكم. تجهيز العرس، نعم طبعا، من اللي قام به بعد الله سبحانه وتعالى وساعدكم؟ والله اللهم لك الحمد، الاخوان واجد وكل واحد قام له بمهمه، و لا اخفيك طال عمرك ترى الترتيب يعني في بسيط جدا، 20 يوم 25 يوم، اللهم لك الحمد، كل واحد مستلم له مهمه. مرحبا بالجميع ومرحبا بك انت، وبيض الله وجههم على الزياره، شرفونا ويسعدنا ان شاء الله تواجدهم وتواجدكم، مرحبا بكم وسهلا. الله يرحبك. عبد العزيز، كلمه اخيره نبغيها لكل اخوانك اللي ان شاء الله مقبلين على نفس الخطوه وبيعرسوا. انا انصحهم انهم يعرسون جماعه كلهم، الله يجزاهم خير ان شاء الله وما يقصرون ان شاء الله، وبيض الله وجه اللي حضروا كلهم. والله نقول لهم ألف ألف مبروك ويشدون الحيل ويتزوجون بدري، يبرك لهم. أولا مرحبا بكم انتوا يا قناه الريان، ودائما مجملين في المحافل، الله يعطيكم العافيه. مبارك لاخواني المعاريس، ونقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ونرحب بالجمع الغفير الموجودين، مرحبا بهم وسهلا. نقول مرحبا بالجميع واللي زارونا، وندعي للمعارس ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، ونشكر قناة الريان على تواصلهم مع الجميع. مبارك للمعاريس، الله يبارك لهم ويوفقهم ويسعدهم ان شاء الله، ونقول مرحبا مرحبا ومسهلا بالجميع، يا مرحبا بكم ومسهلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الكرام، أنا وياكم الليلة نشارك معرسنا حمد بن عبد الله الأشراف، فرحته بحضور طبعا ربعه كلهم وإخوانه اللي جاوا يباركون له في ذي الليلة السعيدة. تجهيزات العرس، أول شيء نشوف ربعك كلهم اللي حضروا يباركون لك، وإحنا بعد نشوف الكيو اللي واقفين. سمعت، نبغي أول شيء كلمتك لإخوانك اللي حضروا كلهم، ومن بعدها ناخذ تفاصيل العرس. نشكر كل اللي حضر ومن قريب ومن بعيد، و الله يسهل اللي بيتزوج ويبارك اللي تزوج،
والفال للي ما تزوج ان شاء الله والعزابيه. محمد، تجهيزات العرس، طبعا اكثر الشباب يتكلمون تجهيزات العرس خذت منهم وقت او حتى يعني ما عرفوا وش يختارون. شو اللي لقيته انت في تجهيزك في القاعات يوم وصلت لها من اخذ او اختيارات؟ طبعا في البدايه توقعتها صعبه جدا، بس ما شاء الله تبارك الرحمن بسهالات، كل شيء سهل، مجرد تلفون حجز للقاعه انحجزه تمت، تلفون للعرضه تلفون وانحجزوا، وبس مجرد عربون، كل شيء بسيط باذن الله. واللي ما تزوج ترى الامور سهله، والله يوفق الجميع ان شاء الله. يعني انت كلمتك للي ما تزوج انه اقدم خلاص، لا تاخر. إيه لا تاخر ولا لحظه، ترى الامور بسيطه اقولها من عندي. الله يوفقك ويرزقك ذريه صالحه، طبعا هذه كلمه معرسنا الليله اللي نتمنى له التوفيق وان الله يرزقه الذريه الصالحه. نبارك للولد فيما دبر، وإن شاء الله الفال لأخوه من بعد، وكذلك نحب أن نحني اللي جاونا من بعيد ومن قريب، ونبارك لهم كذلك بما أنهم حضروا وباركوا لنا في عيالنا، الله يجزاهم خير، ونبارك كذلك لقناة الريان اللي شرفتنا في زيارة بهالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نقدم أجمل التبريكات والتهاني بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة الزواج، وهذا الزواج هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا بالزواج، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وهناك أحاديث كثيرة، الزواج حقيقة حصن للشباب والشابات أيضا، نؤكد على ذلك ونؤكد على التكاثر بيننا، ونؤكد أن الشاب يقدم على الزواج ولا يؤخر هذا الموضوع. هذه حاجة ضرورية، نحن بحاجة إلى بناء أسر، هذه المجتمعات تنبني عندما نبني الأسرة السليمة الصحيحة وبالتربية الصحيحة على القيم وعلى المبادئ والأخلاق، ونحن أصحاب دين عظيم جدا، هذا الدين يؤكد كثيرا على أن يكون المجتمع مجتمعا سليما معافى. فمرة أخرى نقدم لهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجميلة، ووفقهم الله تعالى إن شاء الله إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للأخ عبد الله بن حمد الأشراف، والد الولد حمد بن عبد الله الأشراف، نبارك لهم زواجه، ونتمنى إن شاء الله الذرية الصالحة، والله يوفقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، سعد الله مساكم جميعا بكل خير، نلتقيكم الليلة في ليلة سعيدة وفرحة جديدة نتمناها إن شاء الله. المعرسنا عبد الله أبو بكر
المحمود اللي نسأل الله أنه يبارك له ويبارك عليه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بخير يا عبد الله. مساك الله بالنور سيدي يا مرحبا. عبد الله مبارك لك ذي الليلة السعيدة طبعا بحضور ربانك اخوانك اللي جاوا زملاء العمل الربع كلهم اللي قاعدين بعضهم على الكيو ينطر انه يسلم عليك، ونبغي كلمتك طبعا للحضور كلهم اللي جاوا يشاركونك الليلة. اقول لهم مرحبا بكم اسهلا وشرفتونا ونورتونا، والله يبيض وجهكم كلكم. وجهك وتستاهل عبد الله. تجهيزات العرس وحجوزاته وحتى الاختيارات شلون تمت وكم الفترة اللي تمت فيها؟ والله الحمد لله ما طولت، كل شيء تيسر الحمد لله في أربع شهور تقريبا الحمد لله رب العالمين، كل شيء تيسر اللهم لك الحمد. الحمد لله. طبعا شكر بعد الله سبحانه وتعالى للي وقفوا معك، من هو له تقدمه؟ أقدمه حق كل الحضور، أقدمه لكم كل الحضور الله يبيض وجهكم كلهم جزاهم الله. معناتها كلهم شاركوك الحضور، شاركوك اختيارات عرسك وتجهيزه، كلهم شاركوني الفرح دامهم موجودين بيض وجهكم كلهم. الله يبارك في ولدي إن شاء الله على عرسه، إن شاء الله يوفقه، وأبارك للأخوان الحضور كلهم اللي ما قصروا، الله يجزيكم خير أنتوا يا قناة الريان، الله يبارك فيكم بعد وشكرا. نبارك للمعرس ولد عبد الله، وان شاء الله مستقبل ان شاء الله زاهر، ونتمنى للشباب ان شاء الله المقبلين على الزواج انهم يستعيلون، والله سبحانه وتعالى امر بالزواج والتكاثر وتكوين اسره ومحبه واخوان. شكرا. والله أنا كلمتي للمعرس، المعرس أخونا كلنا، ولده عبارة ولدنا، ونتمنى له حياة سعيدة ومستقبل طيب إن شاء الله. كلمتنا للشباب إن إحنا ودنا إن يتكاثرون ويتناسلون، والله يبارك لهم وتهون الأمور. طبعا هذه زواج ان شاء الله الله يجعله انه يكون مبارك ان شاء الله، ويرزق الله الذريه الصالحه، ويرزق جميع ابنائنا في قطر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كلمه ثانيه الحمد لله رب العالمين، اليوم يوم فرح والكل فرحان ومبارك له، ونرحب بالجميع يعني اللي بالموجودين واللي جايين ان شاء الله نرحب فيهم كلهم الحمد لله على كل حال.